ضربة البداية في مونديال 2022 هتكون بين المنتخب القطري صاحب الأرض ونظيره الإكوادوري على استاد البيت، كما هي العادة طبعاً بتتصدر الجماهير المشهد بشغفها وأساليب التشجيع اللي بتتميز بيها واللي دايماً ما بتخطف الأنظار في بطولات كأس العالم في نسخها المختلفة. فرق المونديال اللي هتتنافس على الكاس اتقسمت لثمان مجموعات بواقع 32 فريق، في كل منها المجموعة مكونة من أربع فرق. خلونا نستعرض مع حضراتكم هذه المجموعات بالتفصيل. كأس العالم قطر 2022 المجموعة الأولى حسب الترتيب: قطر، الإكوادور، السنغال وهولندا. المجموعة الثانية: إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية وويلز. والمجموعة الثالثة: الأرجنتين، السعودية، المكسيك وبولندا. المجموعة الرابعة: فرنسا، أستراليا، الدنمارك وتونس. والمجموعة الخامسة: إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا واليابان. بالنسبة لي المجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب وكرواتيا. والمجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا والكاميرون. المجموعة الثامنة والأخيرة: البرتغال، غانا، أوروغواي وكوريا الجنوبية.